الخنجر المنتظر، إضافة إلى المليون درهم متبقية في هذا الشوط. نبدأ مع المركز الأول، من خطف الخنجر قبل قليل، من خطف المليون درهم باستحقاق وجدارة يتقدم مع المركز الأول، مقدما لنا هجامة وسيف بن علي بن راشد بن كليب يقدم هجامة بذكريات هجام بذكريات هذا الشعار. قبل قليل قدم الوثبة ليكون حاضرا ليكون متواجدا كعادة بن كليب كعادة هذا الشعار القدير هذا الشعار الكبير الممثل لأهل المدام المدام السلام الدائم لهم عن طريق بن كليب. المركز الثاني الوصول والانطلاق من الشاب المنطلق مع بالحزمي أحمد بالحزمي بن قناص العامري مقدم لنا نشابة في هذه اللحظات. المركز الثالث القدوم والانطلاق من واقع هذا الشعار الغني عن التعريف من خلال تقديم ناصية ناصية يتقدم بوثامر يتقدم القادم من المملكة العربية السعودية وصل مالكي مبلش الرياض بن ثامر السعدون مقدم لنا ناصية على مستوى المركز الثاني. بدأت تتسلل من مركز إلى مركز يتابع ناصية في عملية التضمير. عبد الله بن طويرش الوهيبي أحد الأبطال من سلطنة عمان الشقيقة مبدع دائما في مجال التضمير. المركز الرابع الوصول من نوف نوف يقدمها لنا سلطان بن سيف بن غويث الاكتبي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من رتبة المنطلقة في هذه اللحظات ويقدم لنا رتبة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي المغيرة ما بين المراتب بدأت بالترقية من رتبة إلى رتبة أتمنى نراها في المقدمة وهي في المقدمة الآن مع الخمس المراكز الأولى. يلا يا بن دري أيضا ما بعد الخمسة هنالك الشعار الاقتصادي منصورة 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 يقدمها لنا سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري من أهم الأسماء وأقواها وأعتاها صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. كذلك شعار بن نصرة قادم بكل قوة ولكن العودة إلى مقدمة الشوط نفس السيناريو يتكرر. بن كليب بن كليب ويا لثارات كليب اليوم يا بن كليب مع المركز الأول منطلقا مع الصدارة ولكن السعدون السعدون من يحمل الآمال لأبناء المملكة العربية السعودية من خلال تقديم ناصية ناصية يا السعدون ناصية ناصينك هل المملكة اليوم باختطاف الخنجر بعودة هذا الشعار إلى مكانه إلى بطولاته إلى إنجازاته يا أبو ثامر. ولكن بن كليب ناوي على الخنجر الثاني ناوي على الخنجر الثاني. المركز الثالث بن غويث بن غويث يتابع ويراقب الصراع مقدم لنا نوف 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 والخوف من أم الثلاث الحروف نوف على مستوى المركز الثالث. يقدم نوف سلطان بن سيف بن غويث الاكتبي. المركز الرابع الوصول من نشبة على مستوى المركز الرابع أحمد بالحزمي بن قناص العامري مقدم لنا نشبة على مستوى المركز الرابع. خنجر المهجنات خنجر المهجنات إلى أين يتجه يا السعدون يا بن كليب يا بن غويث يا بن قناص من مع المركز الخامس القدوم هنالك مع المركز الخامس.
الوصول من واقع الشعار لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. مقدم لنا منصور، مقدم لنا منصور اليوم أجمل صورة، أجمل صورة. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى السعدون، إلى بن كليب، إلى بن غويث. يا هي معركة، يا هي معركة. الأمتار النهائية، الأمتار النهائية. 1500 متر، 1500 متر. إما السلام لأهل المدام ولا لأهل المملكة ولا بن غويث. وين يودي السلام؟ إلى لأهل طوي السمان مع المركز الثالث، ولا بالحزمي مع المركز الرابع، بن حمودة مع المركز الخامس. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى ناصية، إلى ناصية. هجامة، هجامة. ناصية، نوف. 1200، 1200 يا بن طويرش، يا بن كليب، يا بن غويث. خنجر المهجنات، خنجر المهجنات. يا هي معركة، يا هي معركة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. من يبي الرمزي روح، اللي يبي الرمزي روح. ما بين بن كليب، ما بين السعدون، ما بين بن غويث. ولكن المقدمة هجامة، هجامة. بن كليب، بن كليب. هجم عليهم، هجم عليهم بن كليب مع المركز الأول. وتحرك بن كليب وراح، اتحرك وراح، اتحرك وراح. والسعدون مع المركز الثاني، ولكن بن كليب، بن كليب. هذا أجمل فيديو كليب. الشوط الأول والشوط الثاني كلها لأهل المدام، لأهل المدام، لأهل المدام. حيث يحلو السلام، يحلو الكلام. يا بن كليب، يا بن كليب. الصمت في حضرة الجمال جمال. بن كليب، بن كليب. رمزين، رمزين في الأشواط الرئيسية في جائزة زايد. رمزين للتاريخ، للتاريخ. يا بن كليب. الشوط الرئيسي الأول للمحليات غادر مع الوثبة، والشوط الرئيسي للمهجنات مع هجامة، هجامة. خلاص يا بن كليب، خلاص يا بن كليب. رمزين يحملان اسم زايد، يحملان اسم زايد. أغلى رمزين في العالم، في العالم. بن كليب، بن كليب، بن كليب. المدام يحلو لهم السلام ويحلو الكلام. أجمل فيديو كليب قدمه بن كليب. تهانينا له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نوف لي سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث الكتبي. المركز الثالث منصورة لي علي بن فرج بن علي بن حمود الظاهري. المركز الرابع كان الوصول من نشبة لأحمد بن حزمة بن قناص العامري. المركز الخامس الطايف لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. إذن متابعينا في كل مكان، هكذا بن كليب وإبداعه وإنجازاته وبطولاته. رمزين يرفعهم في هذا المساء من خلال الوثبة وهجامة. 9 دقائق 6 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك هجامة سيف بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي على هذا الفوز. من كتب قصة النجاح والكفاح في هذا المساء. 9 دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. توقيت نوف صاحبة المركز الثاني سلطان بن سيف بن غويث الاكتبي. تهانينا على هذا الفوز. بينما 9 دقائق 10 ثواني و5 أجزاء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الثالث منصورة. تهانينا لعلي بن فرج بن حمودة الظاهري. تهانينا للجميع. شوط جديد من أشواط الخير والبركة وأحد الرموز في عالم التعليق. سالم بن سعيد بن حضيرم. شكرا للزميل نايب بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الوثبة من عاصمة الميادين، ومن احتفاليات ومهرجان جائزة زايد التراثية. تابعتوا